هذه الصور الأخيرة للمنتخب الوطني هنا بمطار هواري بومدين قبل تنقله إلى لومي، طبعا لمواجهة المنتخب الطوغولي في إطار الجولة ما قبل الأخيرة من التصفيات المؤهلة إلى كان 2019، حظ موفق للمنتخب الوطني. طبعا المدرب الوطني جمال بالماضي أكد على أنه ذاهب إلى لومي من أجل العودة بنتيجة إيجابية، كما سنشاهد ونستمع له بعد هذه الصور. طبعا الصور عبد النور، المنتخب الوطني متواجد الآن في لومي، إن شاء الله فقط يكون معنا كريم أيت عثمان لمعرفة آخر تطورات وآخر أخبار المنتخب الوطني. سيغيب ياسين إبراهيمي والدفاع المدافع الأيسر على الجهة اليسرى محمد فارس في آخر لحظات، حسب طبعا الأخبار من الاتحادية الجزائرية لكرة القدم. والله صراحة هذا ما نتمناه، يعني نظن شاهدنا على حسب